مساء الحب والورد والجمال والرومانسية. أهلا بالستات وأهلا بكل اللي بيشوفونا النهاردة في حلقة جديدة من أهلا بالستات. برحب بيك يا لميس وبرحب بيك يا شيف حسن وهابي فالنتاينز داي. كل عيد حب وانتم يا رب طيبين وبصحة وبخير وفي حب. كل سنة وانتي طيبة يا بوسي. كل سنة وانت طيب يا شيف حسن. عيد حب سعيد على كل اللي بيشوفونا على كل مشاهدينا. قد ايه حسينا بحبكم الحلقات اللي فاتت. النهارده كمان احنا جايبين لكم افكار جميله ومفاجآت جميله علشان النهارده الفالنتاين. والاحمر زي ما انتم شايفين مسيطر عندنا النهارده في الاستوديو، وده يا جماعه الاحتفال اللي الست المفروض تعمله لكل رجل في البيت النهارده. وضبي من دلوقتي شوفي احنا عاملين ايه واقلبي البيت فالنتاين، عايزين احتفال جامد النهارده بعيد الحب. اهلا بيك يا لميس واهلا بيك يا ابو سينا. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وهابي فالنتاين دي. طب الف خير. وبنقول لكل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم كل سنه وانتم طيبين وهابي فالنتاين دي، ومجهز لكم مفاجآت كتيره جدا. ايه بقى؟ ايه هتعمل لنا ايه النهارده؟ كيكات هارد كلها بكذا طعم وكذا فلفل. مفاجآت ها؟ وانا كمان كاتب لكم قصيده ليكم انتوا الاثنين. طب فين هديه قبل القصيده؟ هديتنا فين؟ الفتها وانا الاول اقول لك قصيده، هديه استنوا اتقالوا عليا. لا لا قصايد ايه بقى؟ اتقالوا عليا لو سمحت. اه هنبدا من اولها، الرجاله تدخل على الستات تقول لهم قصايد عشان جمهورنا، وانا جاي في الست الفتها لكم عشان جمهورنا. اهلا بالستات. انا واقف مع احلى بنات معانا يا ابو سينا ملك التكات ولميس الحلويات يا عيني. وبناسبه عيد الحب استنوا مني احلى فقرات. الله عليك يا شيف. وفي المطبخ المحمر والمشمر وقلوب بتطير وحلويات. اوبا ده ايه الشعر الجميل ده؟ طب خد مني بقى القصيده دي. ده في ايام الحب. اه امال ايه؟ يلا. وتسالني ما الحب؟ اوبا. الحب ان اكتفي بك ولا اكتفي منك ابدا. لنزار قباني. شلاولة. كسفتوني انا من قصيده. انا يعني انا ملكه الرومانسيه. انا كمان يا شيف حسن هدايانا فين؟ انت قلت مش هنساكوا بقى وقلت الراجل هو اللي يجيب الهدايه والناس مستنيه. دبدوب. ده حب حب هو ده. الله والله المفاجاه الحلوه دي يا شيف حسن. والله جميل جدا. كفايه ان انت افتكرتنا. لسه استنى تقيل ورد. والله ففي ورد هنا ده هنا يعني ايه؟ تقيل ورد. تقيل ورد. ده لنا ولا مش لنا؟ طبعا. مستعجلة. مش يمكن يكون يعني الناس كتير بقى عندنا. لا بجد انا مبسوطه ان هو افتكرنا وميرسي قوي 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 يا شيف حسن. شكرا يا شيف حسن بجد. انا عملت لكم القصيده وانا جاي في السكه، ايه رايكم؟ لا ده فنان كمان. انت اثبتت ولسه تيجي ورا. على فكره انا مبسوطه مش عشان الهديه، انا مبسوطه ان انت افتكرتنا وده اللي احنا قلنا عليه امبارح. ازاي معايا كل يوم ما افتكركوش ازاي؟ لا يعني. لا طب ما الراجل بيبقى مع مراته كل يوم. طب غالين عليا. طب غالين عليا. طب الراجل بيبقى مع مراته كل يوم وما بيفتكرش. ومين قال لك الرجاله مش هتجيب؟ انت ليه هتزعلي الرجاله هتجيب وهتجيب؟ جالنا تليفونات امبارح وقالوا الناس ما بيجيلهاش. لا النهارده الدنيا كلها احمر في احمر، يعني الناس هتفتكر وتجيب ان شاء الله. لسه قدامهم وقت. النهارده الساعه 2 اهوت الناس هتفتكر وتجيب. ايوه لسه قدامهم وقت انهم يجيبوا هدايا لمراتهم. الورد الورد وجمال الورد وتأثير الورد.